سيداتي سادتي، أهلا وسهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من فوروم الأولى. الأمن الغذائي خيار استراتيجي لضمان الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وتلبية الاحتياجات الوطنية من المنتجات الفلاحية تحد حيوي يقتضي تضافر جملة من القواعد والركائز. فما هي ركائز تطوير الفلاحة والشعب الاستراتيجية والصناعات التحويلية الزراعية؟ هل ينجح الفلاحون في كسر أسعار بعض المنتجات الفلاحية محل المضاربة؟ وكيف تكون مرافقة الفلاحين؟ مواضيع وأخرى نفتحها في فوروم الأولى مع الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين محمد عليوي. فوروم الأولى يأتيكم على أثير الأولى وجميع محطاتنا الجهوية. مرحبا بكم وبالحضور الكريم من الأسرة الإعلامية الموجود معنا هنا بنادي عيسى مسعودي للإذاعة الجزائرية. مرحبا بك سيد محمد عليوي، شكرا جزيلا على تلبية الدعوة. أهلا وسهلا، صباح الخير. سيد عليوي، منتجات فلاحية في الأسواق بأسعار خيالية، خاصة منتوج البطاطا. رئيس الجمهورية قرر اللجوء إلى استيرادها لكن استثنائيا، كيف نتفادى هذا الخيار طالما أنه يرهن تطور المنتوج المحلي ويكبد خسائر فادحة الفلاحون في غنى عنه؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. أولاً شاكر لكم هذا اللقاء المبارك، الإذاعة الوطنية وكافة وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. وأقول ذا بدئين أبتدي معكم في هذا اللقاء، وعن سؤالك الكريم فيما يتعلق بمادة البطاطا والأمن الغذائي بشكل عام. فيما يتعلق بموضوع البطاطا، هذه سال عليها كثير من الحبر وتكلمت عليها كثير من القنوات وتكلم عليها كل واحد، لأن هي المائدة الخاصة بالفقير وبالغني وتجمع كل الناس حولها. لكن فيما يتعلق بأمور انتاع البطاطا الآن اللي هي تكلمنا عليها كثير ووضعها، لماذا ما نتكلمش عليها في 2017 و 2018 و 2019 حتى 2020؟ 2020 كانت الوضعية العامة للقطاع الفلاحي نقول 70% 80% كان فيها كذلك جفاف، ونقول بأن في المادة نتاع البطاطا كانت الأراضي مسقية وإمكانيات اللي كانت موجودة عند الفلاحين والمستثمرين. وشتوا يعني في 2020 حتى في الوضع نتاع كورونا والوضع نتاع الوباء والوضع الاقتصادي اللي هو وضع نتاع البلاد والوضع العام بشكل عام، وخلى يعني البطاطا في ذلك الوقت في 2019 و2018 يعني تكون في متناول كل واحد وما يلقاو لها لا رقيب ولا حسيب، وخاصة بالنسبة لكثرة المنتوج، لا ناس اللي يحولوها ولا اللي يبيعوها ولا اللي يسوقوها ولا اللي يخزنوها. الفلاحين داروا مجهودات ومجهودات جبارة، وكذلك حتى ما ننكرش بأن كان فيه يعني جزء كبير من الدولة اللي ساهم مساهمة سواء كانت في القروض أو في مرافقة الفلاحين تقنيا، لكن الاستثمار وصل إلى حده. الفلاحين ما همش هما اللي يقدروا يسوقوا البطاطا، عندهم إمكانيات بسيطة. درنا تجربة من واد سوف باش نبعثوها من المطار تاع قمار في 2019 إلى بعض البلدان في الخارج، سواء في روسيا ولا أوكرانيا وإلا قطر والبلدان الخليج، وخاصة بالنسبة للإمارات. البطاطا الجزائرية حطت في جميع الأسواق في العالم، ولكن للأسف الشديد أن ما فيهش رواج وما فيهش ناس اللي هما يتبعوا هذه المهنة. يصعب على الفلاح اللي هو ينتج ويعمل في البطاطا، يبدأها من تقلاب الأرض مثلاً إلى حرثها إلى زرعها إلى قضية المياه إلى قضية القساوة نتاع الطبيعة اللي هي موجودة سواء بالنسبة للشمال ولا حتى للجنوب،
والأسعار اللي ترتبت في ذلك الوقت على المادة نتاع البطاطا وخاصة منها الأدوية والمادة نتاع الزريعة. وصلنا إلى نتائج إيجابية حتى في الزريعة نتاع البطاطا اللي ممكن وصلنا ل 80% اللي ما نستوردوهاش من الخارج، وما نستوردوش البطاطا نتاع الغذاء، يعني هذه هيونة نتاع الاستهلاك ما نستوردوهاش إلا لظرف من الظروف عندما يوقع عجز، ظرف قصري كجفاف مثلا. يعني هذه كي تكون جفاف تكون أوضاع، وخاصة نحن نمر بأزمة اللي هي أزمة الوباء اللي فقدنا فيها كثير من المواطنين الجزائريين، ونترحم عليهم جميعا وخاصة بالنسبة للفلاحين اللي هما وصلوا إلى درجة كبيرة يعني من الأمراض العاتية هذه هيونة، ونأمل الله تبارك وتعالى الله يرحمهم واللي بقاوا الله يرزقهم. والآن المرحلة مرحلة جديدة في الأمن الغذائي، لازم تكون مرافقة من بعد المشاكل اللي وقعت، لأن ثلاث سنوات لم يتم دعم الفلاحين، اللي هم منتجين في القطاع الفلاحي إلا بأمور بسيطة. يترتب عليه الكهرباء، يترتب عليه الماء، يترتب عليه الغلاء نتاع الأسعار والزريعة، ويترتب عليه حتى الناس اللي هما يقلعوا البطاطا هذه وين يقلعوها بيديهم 3000 دينار تقريبا، 100000 للساعة، يعني ما كانش اللي يلقى هذه الخدمة. الخدمة في الميدان الفلاحي صعيبة، والناس يستنقصوها ويعتبروها بأن آخر واحد المكنانة نتاعو هذه هي. لا توجد مكنانة عصرية مثل ما هو الشأن بالنسبة للبلدان اللي هي تخدم البطاطا هذه. السيد علوي، يعني رفع إنتاج بذور البطاطا وتغطية الاحتياجات الوطنية إلى غاية 2024، يعني هو ضمن مشروع قانون المالية 2022 المعروض اليوم على البرلمان، يعني ما الذي يقع على عاتق الفلاحين لضمان هذه التغطية التي تأملها ويعني تضعها الحكومة في قانون المالية؟ يعني ومن يعني من يتحمل غير الفلاحين، غير قطاع الفلاحة، من يتحمل المسؤولية يعني في أي ثغرة تحول دون يعني الوصول إلى هذا الهدف؟ قانون المالية بارك الله فيك، احنا كان سابقا لجنة الفلاحة ولجنة اللجنة المالية في البرلمان تعطينا دائما دعوة ونشاركوا يعني في الوضعية نتاع المهنة، وخاصة بالنسبة في قضايا اللي هي مرتبطة بقانون المالية، في قضية الأسعار، في قضية مثلا الوضع الاجتماعي، في قضايا كثيرة، ويسمعوا منا إخواننا النواب. للآن للأسف الشديد للآن قانون المالية ممكن مترتبة فيه ضرائب، مترتبة فيه أمور كثيرة لا يعلمها إلا الراسخون، وخاصة إذا كان نتعامل مع إدارات، والإدارات يعني عندها التقييم سواء نتاع الماضي أو ممكن في بعض الحالات. فمطلوب من إخواننا في الحكومة أولا، لأن فيه لقاء بيننا وبين وزير الفلاحة، وزير التجارة، وزير المالية السيد الوزير الأول، وسأحدثكم فيما يتعلق بالترتيبات اللي هي طرأت في المادة هذه نتاع البطاطا ومشاكلها وتخزينها وتعليبها وكذلك تسويقها. أما فيما يتعلق بالإجراءات الجديدة فنرجو من إخواننا في اللجنة المالية أننا نترقب، أننا ندلو بدلونا فيما يتعلق بالإجراءات، لأن البيروقراطية وكذلك الوضع الإداري هو اللي الصعوبة بمكان، وخاصة فيما يتعلق بالأمن الغذائي، لأن الأمن الغذائي هذا سلاح الشعوب وسلاح الدول، وهو القاطرة اللي هي يعني تجر الوضع الاقتصادي بشكل عام. أقول أننا يعني في الطريق الصحيح عندما يكون الحوار ويكون التشاور. إذا ما كانش حوار وما كانش التشاور، من هو اللي يسمع الآخر؟ الفلاح عنده طريقة بسيطة اللي هي لازم تحترمه وتقدره وتكبر به، على الأقل هو يعطيك قيمتك ويعطيك الحجم تاعك. إذا تخاطبه بأوامر وإلا تخاطبه بمناشر وتكتبها له بالفرنسية، وكذلك يعتبر بأن فيه كذلك يعني فيه حقرة وإهانة أصلاً، وهذا شيء اللي في الحقيقة يندى له الجبين. تعليمات تمشي مفرنصة، الاجتماعات مفرنصة، وبالتالي حتى الوقت نتاع الإدارات
ما هوش الكل ما نتهمش الناس، ولكني محددة يعني للفلاح محدد له يوم في الأسبوع باش يشوفوه في وقت الحرث وفي وقت البذر وفي وقت مثلا الحصاد، يحدد له الليل والنهار، لأنه يحصد في الليل يحرث في الليل يجمع الأمن الغذائي، هذا هنا في أي وقت من المفروض ما يكونش محدد له بالساعات. أما إذا كان تحدد له إدارة وهذه هنا في وقت اللي يجي يقول لك راه المسؤول اللي حدد له راه في اجتماع، لماذا؟ لازم تكون ترتيبات وتكون كذلك على الأقل أخذين بعين الاعتبار أن وضعية الفلاحة هي وضعية شاقة، ماهيش وضعية إدارية، ماهيش وضعية في الاجتماعات، ماهيش وضعية في المكاتب، هذه وضعية اللي هي كي تكلم مع الناس اللي في الجنوب، تكلم الناس اللي هما موثلين مثلا في قضية الموالين اللي راهم يعانوا معاناة كبيرة، لأن الجفاف في السنة هذه هذه الثالثة في السنوات، وكانوا عندهم وقت اللي كان رب العالمين يعطينا الأمطار هذه هنا الغيث يعني في الصحراء، الناس ما كانوش يكونوا محشودين في المناطق نتاعهم والغلم نتاعهم كلها تقعد تعلف. العلف هذا هنا بالنسبة للمادة نتاع الشعير طلعت 4 مرات على الوقت نتاعها. الوضعية نتاع اللحوم اليوم وضعية سيئة إلى أقصى درجة، لأن تنظيم الأسواق وفي الوقت اللي كانت ما تفتحتش الأسواق زادت في الطين بلة، لأن كانت هذه قضية الكوفيد والأمراض وكذا، وكل هذا تحمل وهذا صبر. يعني في هذا السياق سيد علوي، يعني أنتم تقولون أنه الفلاحين ليسوا هم من يضارب، يعني لكسر المضاربة يعني أنشئت لجنة مختلطة بين وزارة الفلاحة ووزارة التجارة، يعني تنشط مركزيا محليا، يعني ما الذي يفترض أن تسهر عليه هذه اللجنة للكسر الحقيقي للمضاربة، ولي أيضا طالت هذه المضاربة ليس فقط منتوج البطاطا أيضا اللحوم البيضاء سيد علوي؟ لا نكلمك على اللحوم البيضاء ونكلمك على البيض ونكلمك على المكننة الزراعية الجديدة ونكلمك على قضية البطاطا بارك الله فيك اللي تكلمتي عليها. هذا الموضوع أثير من طرف وزارة التجارة وأثير بشكل خاص فيما يتعلق بقضية من المنتج إلى المستهلك، وراسلنا السيد وزير التجارة بارك الله فيه وتلقيت من معاه أكثر من مرة، وخذيت معايا رئيس الفيدرالية الوطنية لمنتجي البطاطا وأعوان آخرين تابعين له، وتناقشنا فيما يتعلق بقضية المضاربين. المونداتير هذو همنا من 74 احنا نعرفهم، هذو كاين لأن عندهم ربح والربح هذا كان على الهامش، لكني ما صبحوش مونداتير، صبحت مضاربة أخرى اللي هي ممكن في تطور عالي مثل ما هو الأمر، يعني اللي هو أصبحوا بارونات. ما نقدرش نقول باللي بارونات ولا حاجة، ولكني على الأقل إنسان هو اللي خزن قوت الجزائريين واللي يتاجر في قوت الجزائريين، نقوله أكثر من هذا الكلام هذا. لكني بالنسبة للفلاح اللي هو يخدم ويبيع البطاطا ب 22 دينار وعنده سقف ما يفوتهش نهائيا، أليس ظلما سيد علوي أنه تعب وشقاء الفلاح يأخذه آخرون؟ الله يبارك فيك، أنا نكلمك على الإجراءات الشيء اللي موجودة من 2009 ومن 2008 و 2007 يوم اللي تم العملية نتاع النظام تأثير بالك، هذا فيما يتعلق بالضبط نتاع الإنتاج، لأن في ذلك الوقت وزارة التجارة كان لا دخل لها في التجارة الداخلية في 2007 و 2008، كانت وزارة وزارة التجارة عندها الاستيراد من الخارج، وما كان حتى واحد اللي هو داير في عقله باللي الإنتاج نتاع البلاد يوصل إلى الدرجة ويمشي ممكن يتصور باش يخرج للخارج. هذه الوضعية نتاع التبعية، التبعية الاقتصادية عندها وضع تبعية استعمارية وعقلية وأفكار خارجية. نهار اللي صبحت الجزائر اليوم عندها إمكانيات والإيرادات ماهيش موجودة، ممكن احنا نطمعوا في باش يكون عندنا يعني تصدير، وهذا اللي اثبتناه في المدة الأخيرة. رئيس الجمهورية نبهكم في السنة الماضية في اللقاء اللي تم في نادي الصنوبر، تكلم مع السادة المسؤولين في جميع المستويات وأعطى رقم وشكر الفلاحين في الوقت اللي هو كان الكوفيد والأمراض إلى آخره، وأنا شهدت في رمضان اللي قبل هذا هو الفلاحين كانوا يتصحروا في المزارع نتاعهم،
كانت بمثابة جهاد، لأن فيه مرض وفيه أمور كثيرة، وبناء نتاع دولة جديدة. على الأقل وين راهم مجهود الفلاحين؟ المجهود نتاعهم وهو يكون في الأمن الغذائي. والله العظيم اللي كانوا في الليل في رمضان يباتوا يخدموا ووجدوا في البطاطا ووجدوا في الخضروات وما صار حتى شيء. وطلبنا من المسؤولين بأنهم يسهلوا العملية هذه هيوينة نتاع التسويق في رمضان، ما يخلوا حتى واحد اللي يتكلموا عليه. كان واحد يبيع في الشارع، يبيع في الطريق، يبيع تحت شجرة، يبيع في كذا، يعني فات رمضان بشكل كبير. رمضان هذا هيوينة كان العكس، لأن كانت فيه آلة أخرى اللي هي لضرب هذا التوجه الجديد، وهذا ما ننكرهاش، سواء كانت من طرف المضاربين أو طرف بالونات أخرى. الرئيس يتكلم في ذلك الوقت يقول لأول مرة وصل القطاع الفلاحي ب 25 مليار دولار، اللي هي كانت في ذلك الوقت أقوى حتى من السوناتراك وأقوى من البترول ما تحت الأرض، لكن ما فوق الأرض بالنسبة للبطاطا والخضروات وكذا، وصلت إلى هذه الدرجة. وهذاك ما كانش يعني في ذاك الوقت أمطار وإلا حاجة، كانت يعني جهد وجهد كبير. هذيك هي السنة اللي هي داروا مجهودات كبيرة، لكن الفلاحين وقع لهم ضرر كبير. من هم اللي يتضروا؟ الفلاحين هذا المتوسط، الطبقة المتوسطة اللي عندهم جوج قطارات ثلاثة ربعة، هذو هما اللي اختفوا من بعد. الآن ما قعدوش، الآن البنوك ما تمولهمش، الآن الشراكة اللي كانت بيناتهم كل شريك كل واحد يعني تضرب في الصميم، وخاصة عندما يتضرب الصغير يوصل للكبير. كبار اللي كانوا يديروا 100 هكتار 200، هذو هم من الأغلب نتاع الفلاحين اللي هم يخدموا 20 سنة كرايين للأرض. عندما العقار ما يتحلش المشكلة نتاع الأرض، المستثمرات اللي هي موجودة من عنابة لحتى لتلمسان للمناطق الأخرى. على ذكر العقار سيد علوي، يعني إيجاد يعني رئيس الجمهورية كان واضح يعني طلب بإيجاد حل يعني عاجل لقضية العقار. الوزير الأول نفسه قال الأرض لمن يخدمها. نعم، هذا الشيء نجيك عليه، لأن عندما تلقينا مع وزير التجارة ووزير الفلاحة ما تحلش الخلاف اللي هو ما بين الطرفين. وزير التجارة راح للمخازن نتاع التبريد، اللي يلقاه مخزن لازم مع الدرك مع السلطات اللي هي تجارية غلط عدد الأخير. كبير من المخازن، قال العدد هذا فيه ناس اللي ظلموا، فيه ناس اللي دخلوا الحبس نتيجة يعني قضية بأنك راك مخزن وكذا، ولكن هو فلاح. مادام فلاح والبطاطا نتاعو مادها لوزارة الفلاحة وباعتماد مدير الفلاحة وباعتماد اللجنة المخصصة فيما يتعلق بتنظيم السوق وبتنظيم المخازن، وعندما لم يكن في السوق يعني بطاطا أو خضروات تدخل وزارة الفلاحة. الفلاح انتهى المشكل نتاعو عندما وصل البطاطا نتاعو للمخزن والتبريد، ماهوش هو اللي يتصرف فيها، تتصرف فيها الهيئة اللي هي وزارة الفلاحة. وزارة التجارة عندما لقيت المخازن مخزونة ما تعرفت لا بوزارة الفلاحة لا فلاحين، قال لازم يثبتوا لي من بعد إذا أنهم فلاحين يثبتوا بالوثائق. عودنا رجعنا للسيد الوزير التجارة يقول باللي أنا ماني ضد حتى واحد، أنا ضد الناس المهربين والمضاربين. قلنا له الفلاحين ما تلقاهمش مضاربين، اللهم إلا إذا كان فيه ناس اللي ممكن اعتمدوا هذه الصيغة فلهم ذلك، وانتم طبقوا الإجراءات وإحنا معكم، ونمشوا من الطريقة اللي من المنتج إلى المستهلك، ونديروا أسواق جملة وتشاركونا في الأسواق تاع الجملة. خلي 20 مزرعة 30 مزرعة أعطوها الحيز نتاعها في الأسواق تاع الجملة، وثاني كذلك يكونوا معكم في التجارة. وبالتالي عندما أصدر الأمر هذا وين نتاع التعاونيات الجديدة لازم فيه إجراءات اللي تعتمدها وزارة الفلاحة فيما يتعلق بالتعاونيات والتنظيم نتاعها، سواء في التسويق وإلا كذلك في البذور وإلا في الحرث إلى آخره. هذا نظام جديد، هذا سيساهم في الوضعية. أنتم يعني غير يعني الفيدراليات الخاصة بالموالين ومربي المواشي، يعني تقترحون تأسيس فيدراليات فلاحية يعني تنظم بقية الشعوب، يعني ما الذي تقصدونه أو تصوبونه نحوه للاهتمام سيد علاوي؟ نكمل لك الموضوع هذا ونعطيك النظام الفيدرالي اللي هو ممكن نعتمدوه في المستقبل بإذن الله. لك عندما اتصلنا بالسيد الوزير
أعلن بأنه الناس اللي هما عندهم الملفات تاعهم مدارين عقود ما يمسهمش الأمر، فعلا عطاء وكذا إلى آخره، ولكن ما يكون الأمر خرجوا لهم السلعة تاعهم وراها اتباع. رحنا للسيد الوزير الأول، قابلنا السيد الوزير الأول مع رئيس الفيدرالية نتاع العمال تاع البطاطا، المنتجين تاع البطاطا، وتكلمنا له. تكلموا له أولا هما بالنسبة لهم لأنك يكروا الأرض عندهم، كاين اللي عندها 100 قطار 60 قطار، ولكني الناس اللي هما ينتجوا في البطاطا هذه وين كاين اللي عندها 700 قطار 800 إلى آخره في الولايات، منهم في المناطق نتاع الصحراء اللي كارين. قال لهم عليها تكروا، علاش ما تدوش الأرض؟ والأرض لمن يخدمها؟ هذو ناس صبحت عصابة أخرى اللي هي داية الأراضي وعندها الوثائق نتاعها وما يخدموش الأرض. كما المزارع، أكثر من 700 ألف ولا 800 ألف مزرعة اللي راها موجودة في القطاع نتاع الفلاحي بالنسبة للمستثمرات، هذه كي نراقبوها ونشوفوها وحنا نعرفوا المبدأ هذا. الآن نتكلموا بقضية العقار. العقار إذا هو بالنسبة للنظام نتاع لي كونسيسيو بالنسبة هذا هنا لازم على الأقل نتبعه من البداية للنهاية. أما إذا كان تمد الواحد ورقة وتقول له باللي روح وراك في المزرعة أنتم السبعة ولا ثمانية، عندهم صعوبات ما قدروش يتلاقوا فيها، وبالتالي أنهم باعوا، كاين اللي باع الأرض، كاين اللي يتنازل عليها، كاين اللي كذا، والأرض ما تخدمش، وبالتالي فيه ناس اللي هما محتكرين الأرض وما يخدموهاش. الوزير الأول بصراحة العبارة قال لهم الأرض اللي من يخدمها ويستصلحها وحنا ندعموكم ونعطوكم الإمكانيات، سواء كانت تزريعة وتكون لكم حظ كبير في القطاع هذا هو. هذه إشارة اللي هي خذوها الفلاحين. ثانياً أنه هو اللي حل العقدة، الوزير الأول حل المشكلة اللي هي ما بين وزارة الفلاحة وما بين وزارة التجارة، وإحنا شاهدين على الأمر هذا هو. في ذلك الوقت شكلت لجنة، كل الناس اللي عندهم البطاطا هذه هنا وراها موجودة في المخازن تتباع عن طريق لونيلا في الديوان الوطني للخضر والفواكه، ويرصد لهم كذلك يعني باب فيما يتعلق بكونت بونكار هذا هنا بالنسبة للتريزور بيبليك، ويدوا المستحقات تاعه. لكن الفلاحين هذو اللي هما وصلوا للضرر، انت تعرفي باللي الفلاح هذا ما عنده حتى شيء، عنده النية وهو خدمة البلاد، وما نقولش باللي كل فيهم اللي وقع لهم ضرر نفسي، كيفاه يجوني الدرك ويجوا يدوا من عندي، وقال باللي راني انا مضارب وراني مهرب وراني كذا وراني كذا، رانا نرجع لهم في الاعتبار شيئا فشيئا، لان قال باللي هذه هي الواد كي يجي تجي الحملة يرفض كلش. لكن حنايا هذه وين على الاقل رانا الان منتبهين الى المخاطر، لازم انتم بالدرجه الاولى كمقاومين كمجاهدين كناس اللي في الامن الغذائي يرجع لكم الاعتبار، تقسم عليكم الاراضي، وبالتالي هما اللي يحنوا على الارض ويعرفوها. اما اللي يدي الارض ويبزنس فيها يبيعها اليوم ويشتري في جهه واحده اخرى، هذا موالف بهذا التضارب. وحنا قلنا باللي الفلاحين ماهمش مضاربين وما يديروش المضاربه، ولو كان عينهم في المضاربة هذه لو كانوا امتهنوها قبل. لكني حتى الناس اللي راهم كانوا هذو يستعملوا في المرشيات هذو هم هنا لازم عندهم هامش تاع الربح، وخاصة بالنسبة لإخواننا التجار. احنا كنا نطلب دائما في إخواننا التجار على الأقل تكون فيهم الرحمة وتكون فيهم الرفعة، وخاصة حتى في رمضان ولا في الشهور اللي هي تحتاج الناس لبعضها. إذا كان الفلاح يبيع الآن البطاطا راها في واد سوف، بطاطا جديدة اليوم وصلت ل 60 دينار، بطاطا جديدة بدات ب 90 دينار اليوم راها في 60، بطاطا اليوم في معسكر راها ب 50 دينار و 60 دينار، في المناطق اللي راهم يقلعوا فيها مثلا كيما سكيكدا وكيما مستغانم، لأن هذو هما هنا متقدمين، معسكر وتيارت والمناطق هذو هما هنا يقعدوا 15 يوم من بعد باش توجد. وصلت المضاربة، الناس اللي هي داروا مضاربة يشري عليك 40 قطار 50 قطار، يشريها يديرها سوربي هذه وين يشريها في الشجرة نتاعها، ويقول له هاني شاريها عليك، يخلصها 80% ولا 90%، ويقول له خليها تحت الأرض، يبلوكي الفلاح هذاك اللي راه موجود، ويبلوكي الشارع، ويبلوكي السوق، ويتسبب في مشاكل. واش هو الربح اللي عنده؟ هو الربح عنده البطاطا راها تحت الارض، ما يكريش ما يديهاش للمبردات، وناقص عليه التريسينتي، وناقص عليه الخدامه، وناقص عليه الدواء، لان ضابطها تحت الارض.
هذه ما يعرفوها الا الفلاحين. وحنايا خبرنا بان الوضعيه هذه وين راها كارثيه ولازم ما تبقاش. وفعلا يعني تبعوهم جماعه بارك الله فيهم نتاع الفيدراليه نتاع الاراضي الفلاحيه الفيدراليه نتاع البطاطا. واليوم صبحت الامور كلها تقريب منظمه. نوعدكم باذنه تعالى على حساب الوضعيه اللي نتكلم الفلاحين، اسبوع البطاطا تصبح 50 دينار في كامل التراب الوطني. اليوم عندنا 30,000 قطار اللي راها قادية واجدة في واد سوف. فضل يرجع الرب العالمين والفلاحين نتاع ولاية واد سوف، يعني في إنتاج وفير. ثم كذلك الأحواض الأخرى نتاع الصحراء. اليوم صبحت البطاطا في آفلو، في البيض، في الجلفة، في مناطق كثيرة جدا. وتعلموا الناس الخدمة هذه نتاع البطاطا. من هو اللي علمها لهم؟ أول وحدين، أول فلاحين اللي علموا الناس الخدمة هذه، وأنا نقولها ونشكرهم، هم الفلاحين نتاع معسكر. هذا تكوين مهني مباشر، أحسن حتى من وزارة التكوين المهني. متواصلون في فروم الأولى، فاصل قصير نعود بعده لاستكمال النقاش. فروم الأولى مع بريزة برزاق كل اثنين بدءا من 11 صباحا عبر أمواج القناة الأولى. معكم دائما في فروم الأولى وضيفنا الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين السيد محمد عليوي. يعني نعود إلى أهمية تأسيس الفيدراليات الفلاحية والتي هي من ينظم ويرقي مختلف الشعب، يعني غير الشعب أو فيدراليات الموانئ ومربي المواشي. ما الذي تقترحونه من فيدراليات أخرى حتى نرتقي بالقطاع؟ شكرا بارك الله فيك. هو الاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين كما لا يخفى على احد هو تنظم في وقت الرئيس هواري بومدين رحمه الله بتعليمه رقم 3070. المؤتمر تاع الفلاحين كان في 26 نوفمبر 1974. كان في ذلك الوقت نظام تاع حزب واحد وكذلك نظام تاع مجلس الثوره والحكومه. احنا طلعنا يعني مع هذا النظام إلى وصلنا إلى إعادة الهيكلة، إلى تنظيم الفلاحين. في ذلك الوقت كان 1,200,000 فلاح اللي هو مخرط في الاتحاد، لا توجد غرفة ولا صناديق ولا قطاعات أخرى. بعد يعني طورت الأوضاع في الجزائر، أصبح فيه مجالس منتخبة، أصبحت فيه مجالس مهنية، أصبح فيه نظام. الآن من بعد المؤتمر تاعنا الأخير هذا، يعني في اللي درناه في 2016-2017 تقريبا، يعني خرجنا بنظام جديد، لأن في حالة الفلاحين اللي هما يعني متشتين في الجبال في الريف، مربي مواشي مثلا، مربي نتاع الإبل، الناس اللي هما موجودين في المناطق النائية في الجبال إلى آخره، خاصة جماعة الزيتون إلى آخره، درنا فيدرالية. أولا كان تنظيم نقابي فيدرالية لعمال القطاع الفلاحي، سواء اللي كانوا في المزارع وإلا الموظفين نتاع المدواوين نتاع الفلاحة بشكل عام، اللي هما يشملهم القانون 90-14، يعني فيما يتعلق بالنظام ممارسة الحق النقابي. هذه فيدرالية اللي هي نتاع الإدارة نتاع الموظفين تابعة للقطاع الفلاحي بشكل عام والمحيط. الفيدرالية الثانية هي الفيدرالية نتاع الزيتون وعمال الزيتون، الزيت والزيتون اللي هي يرأسها كذلك أخ يعني من مناطق عريقة، يعني في بجاية متكلفة بقضية الزيتون، هو الأخ أوسكونن. الفيدرالية الثالثة هي الفيدرالية اللي تأسست في 2017، هي الفيدرالية الوطنية لمربي المواشي، ضم في كاهلها كل الموالين بالنسبة للأغنام، الماعز إلى آخره، ما يشتع الأبقار، الأبقار راها جاية يعني إن شاء الله بإذن الله. هذه كان فيها تقريب حوالي 500,000 ولا 600,000 تقريب، حوالي 570 الى 800 الى 600,000 موال على المستوى الوطني. هذو بما يسمى بالرحاله اللي يقرسوا بالتنظيم نتاع الموالين بشكل عام. والان تنشط ولها
ولها نشاطات آخرها النشاطات الأخيرة، وهي دخلت في نظام اقتصادي مع ثلاثة نتاع الباتوار الكبار اللي هما داروهم يعني وزارة الفلاحة في ذلك الوقت. الباتوار تاع بوقطب هذا اللي موجود في ولاية البيض، شد واحد ست ولايات ولا سبعة حوله، هذو كذلك يتعامل معاهم، يعطيهم الماكلة مثلا بالنسبة للباتوار مع لوناب مع وزارة الفلاحة، وهذا عقد تم. ثم كذلك بالنسبة للباتوار الآخر يعني المسارة اللي موجودة في حاسي بحبح ولاية الجلفة، وكذلك الثالث اللي هو في الشرق الجزائري شاد الولايات اللي كذلك دار عقد مع المربيين. هذا المربيين يعطوه مثلا الأبقار بالنسبة للوكريف، يعطوه كذلك بالنسبة للكبش إلى آخره، هما يمدوا لهم المواد العلفية والجريسمون وكذا، وهو يمد لهم الكباش هذه وين على بال الطريقة هذه بالنسبة للمربيين. وأعتقد أن هذا جزء من التنظيم. تبقى مسائل اللي هي جمعيات، اللي هي جمعيات وطنية للمواشي، وجمعيات اللي هي حرفية سواء في السوق في الحليب إلى آخره، هذا يأتي وقتها عندما تضر نفعا في النفقات اللي هي تخص بالقطاع هذا هو. الفيدرالية الأخرى اللي هي بالنسبة للرابعة هذه هي الفيدرالية الوطنية لمنتجي مادة البطاطا، هذه رأسها سي قدمان يحسن، ولها نشاط كبير جدا، ولها استثمارات واسعة، وتريد أن تقطع الشك باليقين في ممارسة العمل هذا في القطاع الفلاحي، ثم كذلك في مواد أخرى، ولها علاقات حتى مع أوروبا وكذلك في العالم العربي، مثل ما هو الشأن بالنسبة للفيدراليات اللي موجودين يعني في سوريا وإلا حتى في المغرب وإلا في تونس مثلا وإلا في مصر، باعتبار أن مصر عريقة في التنظيم الاقتصادي هذا هو. احنا الآن مقبلين الآن بإذن الله على تنظيم جوج فيدراليات حديثة اللي هي جاية إن شاء الله. الفيدرالية الأولى هي نتاع الحليب والأبقار، لأن المادة نتاع الحليب هذه وين في الحقيقة فيه صعوبة كبيرة الآن، من بعد 67 سنة يعني من الاستقلال ما قدرناش نوفر الحليب الطازج، والأراضي واسعة والإمكانيات كبيرة والنمو الاقتصادي قوي وكل المعطيات موجودة، لكني حتى البقر اللي جبناه يعني في ذلك الوقت خاص بالحليب قعد عام عامين وماهوش موجود حتى على الخريطة. لازم على الأقل تكون رقابة ومتابعة دقيقة فيما يتعلق بقضية الحليب، لأن استيرادنا من الغبرة هذه هنا في الحقيقة ينداله الجبين، راه في مليار و200 يطلع إلا حتى المليار و400 مليون دولار، هذه في الحقيقة مليار و300 ولا مليار وكذا، لو نسترشد الطاقة هذه هنا وننظم بها القطاع هذا هو نتاع الحليب، هي في نفسها تضر نفعا على القطاع ويصبح موارد كبيرة جدا، وثلث سنوات ما نقدرش تستورد الحليب. الاستيراد الثاني اللي هو يهمنا أكثر هو قضية الحبوب. حبوب ولو الفلاحة نتاعنا للأسف الشديد أنها تراجع كبير نعم. في إنتاج الحبوب صحيح، لأن الوضعية نتاعنا الفلاحة نتاعنا اللي هي نتاع الحبوب هي صعيبة كثير، ما عدا في الجنوب، لأن هي تخضع الفلاحة المطرية هذه هنا اللي تتساقط عليها الأمطار هذه هنا، ما عندكش يعني ضمانات، سواء المطرة اليوم موجودة تجيك فيضانات بطريقة غير تنظيمية، لكني في الوقت الميلاد اللي نقولوا احنا وقت الوحم السبولة باش تعمر في ذلك الوقت هو أفريل وماي، إذا كان هذو جوج شهور ما جاوش فيه المطر يصبح الجفاف مضمون، وهذه لازم تكون عندك فلاحة مروية مسقية سواء انت على براج أو ما تحت الأرض، هذا لازم أكيد. هذه بالنسبة للحبوب. فيما يتعلق بأوضاعنا الاقتصادية يعني لازم تكون متابعة ومراقبة، وخاصة في الوضع الاقتصادي اللي تكلمنا عليه، لأن إذا كان استرشدنا هذه الطاقات استرشدنا المياه حتى ولو نمشوا إلى تحلية المياه نتاع البحار، وكذلك نمشي حتى للشط الشرقي والشط الغربي، لأن عندنا معلومات كبيرة جدا فيما يتعلق بالحوض المائي هذا اللي هو موجود في الشط الشرقي والشط الغربي، ثم كذلك يعني المناطق الصحراوية. إذا كان استرشدنا الطاقات والإمكانيات
وقدرنا باللي باش نصلح، والناس المستثمرين اللي هم سواء داخل البلاد ولا حتى خارج البلاد تكون الطاقة هذه هيونة قوية جدا. ممكن في المادة هذه هيونة 3 سنوات 4 سنوات نقدر نودع الهيمنة هذه اللي هي في الخارج، ويكون الاستقلال نتاعنا قوي، ونفتح أسواق اللي هي في أفريقيا ولا في العالم العربي، لأن الجزائر الحمد لله لها من الإمكانيات ما يؤهلها أن تكون قطب صناعي وكذلك قطب زراعي بأتم معنى الكلمة. على ذكر يعني القطب الصناعي، يعني من متاعب الفلاحين ما تعلق بتكدس المنتوج وغياب المصانع التحويلية، يعني كيف نصل إلى استحداث وحدات نموذجية في الصناعات التحويلية الفلاحية؟ بارك الله فيك. احنا هذه مطالب، والمطالب تتكرر، واحنا اصبحنا اليوم الفلاحة نحفظوها حافظينها طول، يعني لان هذه هي مهنتنا وهذه الامر اللي نمشوا فيه. كي نشوف مثلا نقارن، انا راني مسؤول اتحاد الفلاحين المغاربة وشمال افريقيا، ونشوف نعرف افريقيا مليح، وعندي مكتب في تونس، والتوانسة اخوتنا بارك الله فيهم يعني يتبع لك الشعرة وين توصل منين تنبت. كي نشوف باللي احنا عندنا ثروة كبيرة مثلا في المشماش فقط، المشماش هما حبة واحدة ما يخلوهاش تمشي تضيع، احنا يجي الريح وإلا حاجة يعني تمشي بالك النص هذا هنا في الأرض، المشماش ما يفوتش 10 أيام 15 يوم تقريبا حتى يصبح رايح. هما يصنعوه ويعلبوه ويرسلوه لفرنسا ويرسلوه للطليان ويرسلوه لاغريس ويرسلوه المناطق كثيرة، بالنسبة للفلفل، بالنسبة للخيار، بالنسبة للطماطم، بالنسبة لكذا. الموسم نتاع الطماطم احنا عندنا 4 ولايات اللي هي منتجة للطماطم، بالنسبة للطارف وعنابة وسكيك ذا وقالمة، هذو عندنا ثروة كبيرة الله يبارك. كي تشوف انت الفلاح هذا اللي يجني الطماطم ويقعد 6 أيام وهو داير لاشين باش يوصل هذيك الريمورك نتاع الكاميو ولا التركتور ولا حاجة، يكره، ودرجة الحرارة يعني في ذلك الوقت 40 45، كي يوصل الريمورك يوصلها تشيل فوق بعضها يعني الاخر تاع، وفي بعض الحالات يرفضها له يقولها باللي ماهيش كذا وماهيش كذا وماهيش كذا. لهذا قضيه التصبير وقضيه التعليب وقضيه التغليف وكذلك الصناعه التحويليه، احنا في حاجه كبيره جدا من وزاره الصناعه. كم من مره تكون معاهدات تكون حتى اتفاقيات، لكن لا جديد. لو عندنا احنا هذه الصناعات التحويليه ما يصراش لنا المشكل هذا نتاع البطاطا. بطاطا مثلا قنطار واحد، قنطار تاع بطاطا قد يجي يجيب 1,000,000 مثلا، بينما كي تحوله ديره جبس ولا ديره بيري والا ديره حاجه من الحوايج يوصل ل 10 ملايين حتى في التكلفه نتاعو، يعني في الربح نتاعو ربح سريع. ما تقدرش غير كاك البطاطا تاكلها وتطبخها وديرها الى اخره، راه وصلت يديروها دقيق كما السميد، وصلوه يعني الناس تفنن فيها، يبيعوها خبز، يبيعوها في جميع الجهات، يدير عليها شويه حبات تاع ملح وكذا، وتمشي انت تقصر بها تلقى روحك شريتها ب 3000 4000 حاجه 100 غرام تساوي القنطار تاعها. الناس وصلوا الى درجه اللي هما احترافيه وعارفينها، وهذه شفناها في تونس، شفناها في ايطاليا، شفناها في بلدان اخرى. لكن حنايا الان جانا الخير ما حمدنا عليه ربي، جانا الشر ما قدرنا لهش. هذه الامور اللي لازم يكون فيها دراسه ودراسه متانيه، ويكون فيها قانون ردعي. هذا اللي يدي الارض في اخر الاطاف في اخر المطاف يبيع الارض هذا هنا وما يهمه حتى شيء ويمشي وكذا، ماهيش يعني سيد علوي، يعني توجه اليوم هو نحو تطوير شعب استراتيجية لكنها مرهونة بتراخيص للاستثمارات الاستراتيجية خاصة في الجنوب. نعم، هو التراخيص اللي موجودة، يعني أنا نظن كي تكون مزارع 30,000 هكتار 40 تكون بجنبك، هذه لازم أنت اللي تمشي لها، ماهيش هي اللي تجي للمؤسسات. والمفروض القطب الاقتصادي هذا اللي أعلن عليه السيد الرئيس فيما يتعلق بالديوان الوطني للصناعات التحويلية والصناعات الفلاحية، حتى ولو البداية إن شاء الله تكون موفقة، احنا ننظر له مثل ما هو الشأن بالنسبة للبلدان الأخرى اللي هي سبقتنا. لكني على الأقل كي تكون
كي تكون مؤسسة من هذا القبيل أولا تعطيك المعالم متاع الطريق، خاصة بالنسبة للأمن الغذائي. لا يوجد حاجة في البلاد أكثر من الأمن الغذائي. إذا جاءت الناس راه يصرى لنا كما وقع في القرن الإفريقي بالنسبة للصومال وإثيوبيا، وهاجت الناس والشارع هو اللي يحكم. الشيء اللي يحكم في الناس وهو الأمن والاستقرار، والكرش تكون هذه الحيوانات تكون عامرة والبلاد تكون قوية، وخاصة عندما يكون أمنها الغذائي. تقدر تقرا مليح، تقدر تخدم مليح، تقدر تكون عندك إدارة مسيرة، حتى إذا كانت مسيسة تكون مسيرة بأتم معنى الكلمة. ما هوش يقدر الإنسان يفكر هو جيعان، التفكير نتاع الجوع هذا راه وصل إفريقيا والجزء الأكبر منها كلها للاستدانة، ووصلها إلى الفقر، ووصلها إلى التهميش. وعندما هذه القرارات اللي عندنا احنا يا الحمد لله دائما رافعينها ورافعين الشعار نتاع الجزائر مع تحرير الشعوب، مع عدم التدخل في البلدان، مع كذا مع كذا، هذا يأتيك من القوة اللي هي متجانسة معك، وعندك قوة كذلك اقتصادية قوية وماك جيعان. الإنسان عندما يجوع، عندما يضعف تضعف الإيمان نتاعو، عندما تضعف الإيمان نتاعو يقدر يكفر بالله ويقدر يهجر ويقدر ما يكونش. ولكن إن شاء الله احنا أولا كمسلمين كجزائريين عدنا تقاليدنا، عدنا الظروف اللي عشنا بها، عشنا في مراحل كبيرة جدا اللي هي مثلا تاع استعمار تاع استثمار، وصابرين دائما، ورب العالمين هو اللي عطينا هذا المنوال اللي رانا موجودين فيه. يعني من المتاعب ايضا انه تحدث عنها السيد علوي هي مرافقة الفلاح، يعني اكيد انه الفلاحين يحتاجون الى هذه المرافقة. هل يعني في هذا المجال هل تؤدي الغرف الفلاحية مهامها يعني في مرافقة الفلاح؟ نعم، والغرف الفلاحية هي غرف تابعة لوزارة الفلاح. الغرف جاءت من بعد اللي كانت مديرية الإرشاد الفلاحي في ذلك الوقت في وزارة الفلاحة، والنظام في 89 يعني في ذلك الوقت في وقت سي مولود حمروش الله وليه برحمة الله، عفوا الله يطول عمره إن شاء الله، مازال حي يرزق الله يطول عمره، لأن الوفيات هذه كثرت والحمد لله. على كل حال احنا مسلمين وما ناش عارفين وين تيموت الواحد، حتى احنا الله يرحمنا في الدنيا وفي الآخرة. قلت في 89 في ذلك الوقت جاءت الغرف. الغرف هذه نظام في ذلك الوقت مستورد، ما هوش موجود عندنا احنا، لا موجود في العالم العربي ولا موجود في جهات أخرى. في تونس الآن مازال لم يوجد غرف، في 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 المغرب، في ليبيا مثلا، ولا في موريتانيا، حتى في البلدان اللي احنا موجودين فيها لا توجد غرف فلاحية. لكني معليش هذه كي جات الغرف، يعني فعالية هذه الغرف، الغرف الفلاحية الفعالية نتاعها في ذلك الوقت قال بأنها قريبة للفلاحين، والاتحاد في الوقت هذاك حاصر الحكومات، يعني كانت قوة كبيرة في الاتحاد ويتكلموا كثير، قال باش ندي لهم القوة نتاعهم نخلق لهم هذه الغرف اللي هما ممكن لربما يزعزعوهم وإلا حاجة. لكني الغرف هما الاتحاد، صبحوا هما الاتحاد موجودين في الساحة، ولكني بالنسبة للنظام المهني اللي هو موجود يتقرر من وزارة الفلاحة. كي يتقرر من وزارة الفلاحة يمشي في تعليمات، هذه التعليمات من هو اللي يطبق؟ طبقوها الفلاحين، طبقها مدير الفلاحة. عندما يجيبها مدير الفلاحة ويطبقها على الغرف الفلاحية يقول هذا النظام المهني أنا ما يساعدنيش، ما يساعدني لا في التأطير تاعو، ما يساعدني في التسويق، ما يساعدني في كذا، تصبح فيه المشاكل، ندخلوا احنا. قال ماذا بينا على الأقل لازم نديروا لجان ونتكلم على الوضعية هذه ونشوف ما هو المفيد وما هو اللي ماهوش مفيد. تدخلنا في قضية القروض، تدخلنا في قضية المكنن الزراعية، تدخلنا في قضية الأراضي، تدخلنا في المشاكل اللي هي تقع في الغرف. الغرف نقول بأن فيه نظام، هذا بالنسبة للنظام المهني. لكن اليوم النظام المهني راه يتوسع، كان على مستوى ولاية، اليوم احنا رانا نديروا فيه على مستوى وطني، عندما يخرج الأمر يخرج وطني وليس تكون على مستوى فرعي في مستوى ولاية من الولايات. إذا نتكلم على ولاية مثلا ولاية نتاع واد سوف، فيها اليوم كل الشعب اللي تابعين للغرف الوطنية والغرف الولائية، ولكن فيها شعب كبيرة جدا اللي هي موجودة
بالنسبة للنظام تاع البطاطا وإلى النظام مثلا تاع التمور وإلى النخيل وإلى البساتين وإلى مثلا قضية الملوحة، قضية كذلك البيئة تاع الفلاحة، هذه موجودة ويلقاها ويعبر عليها في اتحاد الفلاحين. اتحاد الفلاحين باب مفتوح، وجه نقابي ووجه كذلك تاع فلاحين في التضامن فيما بينهم في قضايا كبيرة جدا. نعم يعني هناك أيضا اليوم سيد علوي فوضى في سوق الأسمدة، يعني في وقت أن البلاد تسعى إلى تشجيع الاستثمارات الأجنبية في مجال صناعة الأسمدة، يعني للنهوض بالفلاحة وضمان الأمن الغذائي. يعني بعض الشركات ربما المتفرعة عن شركة أسمدة تعاني الكثير. هذا في الحقيقة مشكلة كبيرة جدا، لأن في سنة 2011-2012 كانت عندنا أكبر شركة اللي هي نتاع الأسمدة اللي تابعة يعني للنفط في ذلك الوقت، وكانت الأسمدة يعني من رزي وحتى ليا السكيك دا إلى آخره كلها تصنع جزائريا. ومن بعد دخلت شركات في ذلك الوقت، شريت أسهم والسهم الأول والثاني، ومن بعد حتى صبحت شركة اللي هي شركة إسبانية شريت اليوم يسموها فارتيال، راها موجودة في عنابة، هي اللي تشري الأسمدة هنايا وتخرجها للخارج وتعاود تبيعها لنا هنايا، يشروها الفلاحين، يشروا إنتاجهم اللي هي دارتها الشركة هذه الإسبانية ويشروا. كاين مواد أخرى اللي هي كذلك عالية في السعر. في المدة الأخيرة إذا شفتوا السيد وزير الفلاحة والسيد وزير الطاقة عملوا اتفاقية فيما بينهم لأن خفضوا من الأسعار فيما يتعلق بالأسمدة الأزوتية وكذلك نتاع التربة ونتاع المواد الفلاحية ومواد كيميائية اللي كانت الأسعار تاعها فاقت 13,000-14,000 دينار، اليوم راها في حدود 7,000-8,000 دينار قريب للنص. إن شاء الله هذه قضية الأسمدة فيها مشاكل كبيرة، وخاصة عندما الأسمدة اللي تجي من عنابة وتمشي الأضرار، تمشي بالإسكورت لأن فيها تبعيات وفيها صعوبة، كاين بعض المرات الإسكورت باش يوصلها حتى لي الأسبوع من منطقة لمنطقة، ومن بعد تحبس قال باللي حتى نوفر لك وكذا. هذه ما كي يبدأ الإنسان يحرث في أضرار في البداية في النهار الأول ويوصلها الأسمدة 15 يوم يلقى النبتة طلعت. لازم على الأقل هذا المناطق اللي هي مناطق نتاع فلاحة يكون لها إطار خاص، توجد الماتريال ثم نتاع الحرث، توجد مثل الأسمدة، توجد الزريعة، لازم كما كان بكري توجد للحملة كأنك راك داخل في معركة، وبالتالي هذه المعركة لازم تدير لها القيود تاعها اللي تربحها. اليوم حتى بالنسبة لقضية الجرارات، الأغلب تاع الفلاحين ما يقدروش يشتروا جرارات لأن الجرار اللي هو يوصل 700-800 مليون 600 لحتى المليار وحاجة اللي هو دودس ولا حاجة، يعني فيه غلاء رهيب. هذا الغلاء احنا باش نعوضوه إن شاء الله بإذن الله عندما نادوا بالتطبيق القانوني هذا نتاع التعاونية الجديدة اللي هو يدير نظام تعاوني. هذه التعاونيات خاصة بالتسويق، خاصة بالحرث، خاصة بالحصاد، خاصة بالفلاحين الصغار، عندما يكون 1000 فلاح في التعاونية هذه التعاونية تدر عليها نفعا على المخرطين وعلى الأرض، تنفع الأرض وتنفع التسويق وتنفع البلاد وتكون فيها يعني نقاط قوية جدا. يعني سؤال أخير، توقعاتكم سيد علوي بالنسبة للموسم الفلاح الجديد؟ والله هذه التوقعات لا يعلمها إلا الله، اللي هي بداية البشائر خير إن شاء الله، نأمر رب العالمين أنه يعطينا المطر النافع، وإن شاء الله دائما توقعوا لبلادنا الخير، عام طيب، عام نتاع هدوء، عام نتاع خير، وعام اللي إن شاء الله فيه الجزائريين يكونوا متضامنين أكثر من أي وقت مضى، لأن الظروف الخارجية وكذلك جزء من الداخلية ما بشرتناش بالخير، ولكن إن شاء الله عندما سنشد عضدك بأخيك
إن شاء الله رب العالمين يثبتنا ويثبت هذا البلاد. وهذا هو تقوية الجبهة الداخلية. سيد محمد علوي الأمين العام للاتحاد الوطني للفلاحين الجزائريين، شكرا جزيلا على كل هذه التوضيحات، شكرا للحضور الكريم الموجود معنا من الأسرة الإعلامية، شكرا لكم سيداتي سادتي على تتبع اللقاء. في الختام تقبلوا تحية الأسرة الفنية في الفوروم، سمير شافعي في الهندسة الصوتية، أسماء بوطرفة في الإخراج، بليزة برزاك، تلتقيكم بإذن الله الأسبوع القادم.